بصوا جمال بيجاية يا جماعة، الله 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 الله، بصوا الجمال كده، بصوا الجمال. الجبل ده بقى لسه هنطلعه، الجبل اللي ورا اللي ورا اللي فوق، ايوه اللي فوق هناك ده اللي في نص الشاشة. بصوا بقى احنا هنا المينا، انت تقدر تشوف المينا من هنا عادي خالص، ونقدر نروح عند الفنار اللي هناك ده. شايفين الفنار اللي هناك ده اللي في المية؟ ادي لطفي شارم فواياج، الرجل الاول في شرم فواياج. احنا فين دلوقتي؟ في بيجاية. ايه المكان الرائع ده بقى؟ اسمه ايه؟ بريز دماغ. بريز دماغ. بريز دماغ. يا عيني. بص الالوان طالعه مبهجه ازاي. يا جدعان انتوا شايفين السحب بقى اللي نازله على الجبال دي؟ وشويه السحب اللي فوق على البحر؟ واللون البحر اخضر ازاي؟ ولون السماء ازرق، ولون الجبال عامل ازاي؟ ايه يا جدعان ده ما شاء الله ما شاء الله. الاول يا جماعه قولوا لنا احنا فين كده؟ احنا فين؟ احنا في ممر سياحي زيجواج. زيجواج احنا في بجايه، وده ممر سياحي مش كده؟ ده هيوصلنا على فين بقى؟ ممكن نكمل واحد سنه الاخر، خلاص نبعد شويه لازم نمشي. طيب واحد سنه ممكن في بابريز دومير. طب يلا بينا اما نشوف. هبص قدامي. ماشي ماشي. بصوا يا جماعه ممر كده في الجبل جنب الجبل، بس حاجه بقى يعني تحس ان انت ايه يعني، حاجه غريبه جدا، حاجه سياحيه رهيبه. الجبل بصوا الجبل فوقنا كده، يعني دي صخور الجبل اهي اهو، واحنا بصوا الجبل قدامنا اهو، واحنا ماشيين في يعني في جنب الجبل، معمول لنا ممر كده عشان نمشي منه. بصوا يا جماعه الجمال، بصوا الجمال يا ناس. لا 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 للصبح، لا للصبح يا جدعان. حد يصورنا يا جماعه، حد يصورنا. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله. الميه لونها فيروزي مش لونها ازرق. شوف تبع الفوق، شوف احنا هنفضل ماشيين لغايه مازال ندور والله كمان وهندور. يعني هنوصل لاخر حته في الجبل وبعدين نخش جوه؟ لا صيدلي ما قدروش نكملوها اليوم، بس كنا نطلعوا لفوق قبل ما ايوه قبل الدنيا ما تعرفش. شوف حتى لاخر الغابه اللي هنا. بس ايه المنظر ده يا جدعان؟ مش ممكن بجد، ما شاء الله. بس ان شاء الله مش ما شاء الله ما شاء الله. هذه المت اي عيتوا لها كبواق. يعيطوا لها ايه؟ كبواق. كبواق؟ راس بواق. راس بواق. يا لهوي يا لهوي يا جدعان على المنظر، انتوا ما انتوش مستوعبين. بص هنا بقى الناس بتكتب ايه يعني، ساره وامين ومش عارف ايه، بيكتبوا اسمائهم. اتنين اللي يحبوا بعض مثلا يكتبوا ايه اسماء الحب بتاعتهم. لا لا بصوا يا جدعان المنظر، انا مش قادر استوعب. لا 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 انا اول يعني دي اول مره اعذروني، يعني دي اول مره اشوف بحر فيروزي. فيروزي عندنا في، ممكن يكون عندنا في الغردقه والحاجات، بس اللون فيروزي قوي اللي هو رايح ناحيه الدارك قوي كده، فيروزي فيروزي يعني بجد حاجه خرافيه. ولو بصيت فوق بقى تلاقي الجبل. بصوا يا جماعه الجبل عامل ازاي، الجبل جواه خنادق، والمنظر ايه ده ايه ده يا ناس. بجد حاجة أسطورية بمعنى الكلمة. لا 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 ده لازم، مش هقفل، أنا مش هقفل يا جماعة، لازم تشوفوا المناظر الحلوة دي. طبعا مفيش شبكة هنا تعمل لايف، لكن هنحاول نجيب أي لقطات بسيطة. واو واو بجد ما شاء الله ما شاء الله. بص الطريقة اهو، والدنيا بتمطر النهاردة، وفي يعني ايه. بص بقى منظر الصخور من هنا. لا 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 ده الطريق اهو. مين اللي ما جاش هنا بقى؟ الجزائري اللي ما جاش هنا ده بيهرج ولا بيتكلم جد؟ يعني لو في واحد جزائري ما جاش المكان ده فاته كتير قوي في حياته. انت راجل قاعد جنب المكان ده ازاي ما رحتوش؟ انا بالنسبه لي يعني مش عايز اقول لكم انا منبهر قد ايه بجمال المكان ده. الناس اللي قالت لي بجايه وهتتبسط من بجايه،
بصوا يا جماعه الجمال، والله العظيم حاجه فوق الوصف. البحر، لا 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 لا، كفايه كده انبهارات بقى. ونمشي في الطريق نشوف الطريق ده بيودي على فين. احنا في الممشى السياحي، وعايز اقول لكم ان في منظر خزعبلي هنا. ايه ده يا جماعه؟ ده ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بصوا الجمال، مهما حكينا ووصفنا مش هنقدر نوصف الجمال ده كله. ما شاء الله ما شاء الله. بصوا بصوا المناظر عامله ازاي. بصوا احنا واقفين فين؟ واقفين هنا كده. هتطلع من الحافه تلاقي، لا لا لا، حاجه عظمه العظمه. بصوا الصخور اللي احنا ماشيين فيها. بصوا يا جماعه، بصوا المنظر اللي فوقنا. نقطه في الصيف اليوم، نقطه حاجه اخرى. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو في حد ممكن ينط من هنا؟ بص 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 يا جماعه، ينط من هنا في الصيف. اوه، ينط من هنا، ينزل كده، ينزل ينزل نزله عظيمه يعني. يا لهوي يا جدعان. بصوا الجمال، بصوا المغاره دي بقى، دي مغاره اهي. اوه ده مغاره، مغاره يا جماعه. هنعدي منها اهو. هوب 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 هوب. واو، وش ممكن الجمال. لقطات عبقريه. ايه يا رجال، اسمك اخويا واسمك حبيبي؟ محمود ابراهيم. اولا انا ما امسك فجاه متتبعين والله. حبيبي اسلم. ليزون جبالك اخويا. حبيبي والله. طب ايه، طب نشوف ده الاول قبل ما نطلع فوق. مش ممكن بجد يا جدعان. ايه ده ايه ده؟ بصوا المنظر اللي تحتنا، بصوا قدام، بصوا يا جدعان الجمال. واو بجد، في جبال ورا جبال وفوقها سحب. انتوا متخيلين؟ جبال وراها جبال وفوقها سحب. لا لا لا، دي حاجة عظيمة جدا جدا جدا. بصوا بقى يا جماعه البلد دي بالظبط اهي، اوريها لكم اهي. شايفين الفنار الصغير؟ ايوه، اللي بيشاور عليه ده فريد. اهي البلد اللي في النص دي بقى، بلد زين الدين زيدان، بلديه بوخليفه تيشي، بلديه بوخليفه. شفتوا بقى، شايفين الفناره دي؟ البلد اللي قصادها على طول هناك دي، بلد زين الدين زيدان، بلديه بوخليفه. بوخليفه تيشي. شفتوا بقى، يعني احنا قربنا من بلد زين الدين زيدان. بنزيما، قريه بنزيما تبع البيجا يعني. والله بنزيما ايضا. طب احنا عايزين نروح لقريه بنزيمة. مش قريه بقى، بيت رياض محرز في تلمسان. نروح له ان شاء الله. شفتوا يا جدعان الجمال؟ يلا بقى بينا نشوف مكان اخر.